أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام ومتابعين. اليوم نتحدث عن تحليل تأثير النزاع على الظروف المعيشية في غزة من منظور علم الاجتماع. سنتحدث أيضا بهذا الخصوص مع دكتور محمد جريبية وهو أستاذ علم الاجتماع. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. العافية. يا هلا. يا هلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني اليوم السوشيال ميديا كان لها دور كتير كبير وكتير واضح بتغيير المشهد وأيضا تغيير رأي العام الأوروبي والعالمي. نتحدث عن دور السوشيال ميديا وقديش هذا الدور لعب دور محوري في هذه القضية. شكرا ستي. أول شيء يعني الرحمة للشهداء. أمين. نتمنى الشفاء للجرحى ونتمنى دائما يعني انتصار المقاومة وانتصار الحق لأنه إحنا بالنهاية أصحاب قضية وأصحاب طبعا. حق يعني وفلسطين هي حق للجميع. لا شك ستي إنه الحرب الدائرة الآن من العدو الصهيوني على غزة هي مختلفة بكل ظروفها وجاءت بتوقيت مختلف زماني ومكاني وحتى بشري يعني. وإحنا قبل ما نحكي عن التحليل السوشيال ميديا والحرب النفسية وكل هاي الأشياء اللي أثرت على الحرب لابد من الإشارة إلى الحديث عن سياق محدد إنه هذه الحرب جاءت بظروف مختلفة تماماً. أول شيء جاءت بظروف دولة الكيان الإسرائيلي الصهيوني تعيش بأسوأ مراحلها التاريخية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. وعلى مدار السنوات الماضية وعلى مدار الأشهر الماضية احنا شفنا قديش في انتخابات صارت بدولة الكيان لأنه هناك غياب التوافق السياسي وغياب الصراعات السياسية اللي موجودة. اثنين جاءت أيضا بظرف عالمي مختلف متغير، التحالفات تتغير، القطبية الواحدة عم تتغير، الحرب الأوكرانية الروسية عم تتغير، التحالفات في العالم كلها تتغير وبالتالي أثرت. كمان جاءت ضمن أزمة اقتصادية عالمية يعيش الجميع. الأهم من ذلك كمان هناك في نوع من الصحوة على المستوى العالم والمستوى وساهمت فيها السوشيال ميديا بموضوع حقوق الإنسان وما إلى ذلك. الأهم من ذلك أنه هذه الحرب جاءت ضمن بيئة مضطربة وجبهات مفتوحة وبالتالي أصبحنا الآن نسمع ضمن الخطابات السياسية اللي هي موضوع وحدة المسارات، بمعنى الآخر أن المقاومة داخل فلسطين لم تعد هي المسار الوحيد لمواجهة إسرائيل، أصبح هناك مسارات مفتوحة جديدة سواء بلبنان أو في مناطق أخرى وبالتالي هذا يعني أنه دولة الكيان ستخوض حرب متعددة وليس حرب واحدة. ثالث شيء المعركة الحالية الآن هي صارت على غزة لكن مجالها الحيوي موجود كل مكان بدولة فلسطين، أراضي 48 فيها، أراضي 67 فيها، جنوب لبنان فيها، حتى الحلفاء المتحالفين مع العدو الصهيوني. امبارح تصريح للبنتاغون بيقول خلال 10 أيام بمعنى تعرضت قواتنا والقواعد العسكرية بالعراق وسوريا إلى 10 مرات هجوم، بمعنى آخر أن هناك الساحة المعركة الحالية ليست غزة، قد تكون هي الأساس غزة لكن على موضوع التحالفات هي المسارات المتحددة بشكل كامل. اثنين أهم من ذلك هناك خطاب متغير حتى بالعالم اتجاه إسرائيل. احنا لأول مرة بنشوف هذا الموقف الفاضح من أمريكا والدول الغربية اتجاه إسرائيل بشكل علني وواضح تماما. وأنا تحليلي الخاص بعد ما صارت العملية النوعية التي قامت فيها حركة المقاومة الفلسطينية داخل غزة واللي وصفت بأنها من العمليات العسكرية النادرة حسب الخبراء العسكريين، في قناعة لدى أمريكا والغرب أن هناك انهيار كامل على منظومة على مستوى الجيش على مستوى السياسة على مستوى المجتمع داخل إسرائيل وبالتالي أصبحت الآن هي معنية تماما أن هناك خلل يهدد دولة إسرائيل. الأهم من ذلك أن هذه الحرب أعادت القضية الفلسطينية لوجدان كل عربي وكل العالم الغربي وكل إنسان حر بالطريق وبالتالي أصبحت القضية الفلسطينية لأنه إحنا بالسنوات الأخيرة لا شك أستاذي أنه غابت القضية الفلسطينية عن الأجندة الدولية وحتى عن الأجندة العربية. يمكن الدولة الوحيدة التي كانت تحكي عن القضية الفلسطينية هي الأردن يعني. وأنا إذا بدي أكون محايد كمان بكل الخطابات التي تحدث فيها على جلالة الملك على مستوى الداخل ومستوى النادي أول ما يتحدث عن القضية الفلسطينية وبالتالي يمكن إذا بدي أقسم الخطاب اللي موجود 70% عن القضية الفلسطينية و30% عن القضايا الأخرى وبالتالي غابت القضية الفلسطينية عن الأجندة الدولية والأجندة العالمية وبالتالي هذه الحرب أعادت غزة والقضية الفلسطينية إلى دائرة البحث ودائرة المستعد. الآن في حلين للموضوعين، يا إما تسوية شاملة يا حرب شاملة. يعني هذه ستغير المعادلة كاملة وبالتالي ستؤدي يا إما إلى تسوية شاملة والجميع يجلس على طاولة المفاوضات أو بالنهاية هناك حرب إقليمية صعب التحكم فيها وبالنهاية دخول أطراف أخرى وبالتالي تكون إسرائيل وهي تعيش أسوأ ظروفها الآن. وكل الدعم الغربي اللي احنا بنشوفه الآن موجه لإسرائيل هو محاولة لإنقاذ إسرائيل ورفع الروح المعنوية داخل المجتمع الإسرائيلي. نعم دكتور، نتحدث عن
علم الاجتماع الحربي تحديدا واليوم بيجمع ما بين العسكريا والسياسيا، واليوم احنا نتحدث عن علم الاجتماع داخل هذه الحرب اللي احنا قاعدين بنشوفها الان، نتحدث عن اركان هذه الحرب تحديدا، وقديش اليوم علم الاجتماع داخل بين التركيبة الموجودة بين السياسة والعسكرية؟ يا سيدي، أولا يعني علم الاجتماع هو احنا بنسميه دائما أبو الحروب، فالسياسة جزء من الاجتماع. الآن إذا أنت تنظر للمنظر بطريقة مختلفة تماما تجد أنه هناك مساقات مفتوحة على كل المسارات. أول شيء إذا بدي أطلع على الجانب الداخلي لدولة الكيان الإسرائيلي، هي جانب اجتماعي مفكك مهزوز. اثنين، أصبحت هناك الثقة موجودة بين القرار السياسي والقرار العسكري مفقودة تماما، والدليل أن القوات القرار العسكري من أيام بيقنع القرار السياسي أنه القوات الإسرائيلية جاهزة للحرب البرية، لكن صاحب القرار السياسي ليس لديه الجرأة التامة أنه يأخذ القرار هذا. اثنين، مش بس كمان ليس لديه الجرأة، ليس لديه الثقة بالقرار العسكري بعد الأحداث اللي صارت الأخيرة. هذه نقطة كتير مهمة. اثنين، دولة إسرائيل انهارت، والصورة التي احنا نعرف تماما انه الكيان الإسرائيلي عايش دائما ضمن أوهام أسطورية وأوهام خرافية انه هو الدولة التي لا تقهر، وانه هو وكان عنده رسائل يوجهها لثلاث مجتمعات، كان عنده رسائل يوجهها للمجتمع الغربي انه انا الدولة اللي يعني دولتكم في الشرق الأوسط، يعني بمعنى بالمفهوم الشعبي زلمتكم بالشرق الأوسط، مندوبكم بالشرق الأوسط. هاي واحد. اثنين، يوجه كمان رسالة للداخل الإسرائيلي إنه أنا كدولة قاهرة ما حدا بيستطيع أن يتكلم معي، أنا بأمن الأمان والطمأنينة والمصداقية للشعب الإسرائيلي. والرسالة الثالثة كانت للقوات العربية وكل قوات المقاومة بالمجتمعات العربية إنه أنا بملك رابع جيش بالعالم، أملك القوة العسكرية، أملك الدعم الدولي، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يقترب علي. هذه كل الرسائل انهارت فجأة. الآن إحنا إذا أنا بدي أضرب لك مثل على الحرب الدائرة الآن، هل تعلم إنه خلال أسبوعين فقط خسائر إسرائيل من هذه الحرب تجاوزت 8 مليار؟ إسرائيل يوميا تخسر بالملايين نتيجة لقطاع السياحة. وكديش كان خلال 6 شهور الأخيرة كان عندهم قطاع سياحة مسلم. التفوق العسكري، أنت كل صاروخ يطلع الآن من إسرائيل على غزة كديش بيكلف هذا، شايف؟ وبالتالي أنت بتشوف أنه حتى الضرب صارت ضرب وحشية، وبالتالي أصبح حتى الوضع الاقتصادي منهار. انخفاض العملة كمان أثر قديش بيكون انخفاضهم بموضوع الطاقة والغاز وهاي الأمور. هذه خسائر مادية لا يمكن حصرها. عشان هيك إحنا لما نرجع بنشوف الرئيس الأمريكي لما طلب من الكونغرس أنه يقدم مساعدات مالية لإسرائيل، لأنه يعرف تماما أنه دولة إسرائيل الآن هي تعيش بأسوأ حالاتها. الرسائل التي جاءت لإسرائيل من كل الدول الغربية، من بايدن والرئيس الألماني والرئيس الفرنسي، لأنهم يقنعوا وعندهم تقارير استخباراتية أن إسرائيل تعيش لحظات الأخرى منهارة أخلاقيا اجتماعيا سياسيا عسكريا على المستوى المجتمعي. وبالتالي كل هذه الزيارات التي جاءت لإسرائيل هي محاولة للرفع معنوية وتثبيت إسرائيل حتى تبقى إلى حد ما واقفة بهذا الموقف، لأنه هي على كل المستويات انهارت تماما. شوف البيانات الإسرائيلية، قارن الآن بين موقف أمريكا وموقف الدول الغربية الآن بقضية فلسطين. زمان لما كانت تصير حرب زي هذا كان يطلع القرار دعوة لضبط النفس ووقف العنف. الآن بكل القرارات التي تطلع من المجتمع الغربي ومن أمريكا لا تطالب بهذا الموضوع، لأنها تعرف تماما أنه إذا وقفت الحرب الآن على الوضع الداخلي السيء اللي موجود داخل دولة إسرائيل ستنهار إسرائيل. الآن هذه الدول تعمل على إعادة بث الروح داخل دولة إسرائيل حتى لما تستطيع أن توقف الحرب تستطيع أن تعيد هذه الدولة المارقة إلى على الأقل أنها تستطيع أن تقف على زي ما بنحكي إحنا على قواها وعلى إجريها بهذا المفهوم. دكتور، نتحدث عن الحرب النفسية، قديش لها دور كتير كبير على أول شيء شو كانت تقوم فيه إسرائيل علينا نحن كعرب، خلينا نكون كتير واقعيين وصريحين، وعلى الإسرائيليين، ودور قامت فيه المقاومة اليوم على الإسرائيليين، وقديش عطتنا نحن كثقة كعرب. ستي، شوف الحرب النفسية هي جزء من الحروب دائما. وبالنسبة للحرب النفسية بالنسبة لدولة زي دولة الاحتلال هي إحدى الاستراتيجيات الدائمة يوميا وتمارسها بشكل دائم من 48 ولغاية هذه اللحظة. الحرب النفسية التي تقوم فيها دولة إسرائيل تجاه المجتمع العربي زي ما تفضلتي، تجاه الداخل الإسرائيلي، تجاه الفلسطينيين، وتجاه المجتمع الغربي، وهي حرب نفسية دائما. وإحنا من نحكي عن حرب نفسية شو بنحكي؟ إنه إحنا إنك أنت تؤثر على معنويات الطرف الآخر. وإحنا بنقول دائما أن المعنوية والنفسية أنت بتشعر فيها هي جزء من التقدم، جزء من الانتصار. عشان هيك إحنا الآن لما نقارن بين المواطن الفلسطيني
اللي بغزة ولما يطلع الطفل بيحكي برسالته وبين الشخص الإسرائيلي الذي يحكي بشكل مهزوز تماما. فبالتالي الحرب النفسية اللي شنتها إسرائيل هي منذ بداية وجود دولة إسرائيل وهي تقوم بهذا الحرب. لكن هذه الحرب النفسية كان لها ارتدادات سلبية على دولة إسرائيل. بالبداية الحرب حاولت إسرائيل أن تسوق إلى الدول الغربية بوحشية المقاومة الفلسطينية. صحيح. وبالتالي في الساعات الأولى المجتمع الغربي وبالذات أمريكا أخذوا بهذه التسويق هذه الحرب النفسية التي تسوقها، لكن بعد ذلك ثبت العكس. لكن ما بتعرف إسرائيل أنه هذه الحرب النفسية التي شنتها وكانت تقصد فيها أنها هي تشويه سمعة المقاومة ارتدت بشكل سلبي على المجتمع الإسرائيلي. المجتمع الإسرائيلي لما شاف دولته بتحكي عن المقاومة بهذه الشراسة وبهذه الوحشية صار في ثقافة الخوف موجودة عند الإسرائيليين. صحيح. وبالتالي أصبح هناك كثير من أفراد المجتمع الإسرائيلي يبحثوا عن ملجأ آخر. النقطة الأهم الحرب النفسية التي إذا بتشوف الآن إسرائيل من بداية الحرب لغاية الآن بتغير كل يوم تصريحاتها، وبالتالي كل يوم بتغير هدف من أهدافها، مسح حماس، قطع الامتداد، ما في مساعدات، ومع ذلك بعد ذلك ترجع. اثنين، حتى القيادات الإسرائيلية اللي موجودة واللي أخذوا فرصة على القنوات الإعلامية وبعض القنوات العربية نطلعوا تحدثوا بألفاظ لا تنم عن أخلاق رجال دولة. صحيح. وبالتالي أنت بتشعر أنك تتفرج على رجال عصابات وليس رجال دولة، وهذا الفرق دائما بين الصوت الشعبي اللي احنا نتحدث فيه وبين الصوت السياسي. بمعنى آخر أنه مرات في حزب سياسي يستطيع أن يأخذ موقف يقول ما تكني، لكن دولة مثلا الأردن لا تستطيع أن تتحدث مرات في بعض المفردات لأنه كل كلمة أنت تحكيها محسوبة عليك ولها ثمن سياسي. لكن الأهم من ذلك أنه احنا المطلوب منا الآن ضمن هاي الحرب النفسية اللي نشيء أن نطور خطابنا حتى يكون خطاب منطقي وعقلاني. يعني أنا يؤسفني مرات أنه أنا بشوف أنه خطاباتنا إحنا حتى وأنه إحنا نتغنى الآن بدي أحكي بشكل المجتمعات العربية نتغنى بانتصارات حماس ونتغنى بانتصاراتها، كلنا مع حماس وكلنا مع المقاومة ليس مع حماس فقط، كلنا مع أي عدو يواجه العرب. لكن أنا بقول دائما خلينا نطور خطاب كامل. إحنا على المستوى تاريخيا ترى الدولة الوحيدة التي تستطيع أن توجه خطاب يفهمه الغرب. صح. ويفهمه إسرائيل هي الدولة الأردنية. صح. يعني بكل منطق، وبالقمة السلام الأخيرة لما الملك حكى قال اسمحوا لي أتحدث باللغة الإنجليزية حتى يفهموا أصدقائنا، وكانت رسائل واضحة تماما. وكانت في دعوة كثير مهمة بس يمكن حتى الإعلام ما ركز عليها، هي كان هناك دعوة إلى الانتقال من الاشتباك العسكري إلى الاشتباك السياسي. بمعنى وكان هناك رسائل موجهة للداخل الإسرائيلي، وهذا إحنا المطلوب منه أنه أنا بس أدافع عن حقي يفترض يكون عندي رسالة أنا بوجهها حتى للداخل الإسرائيلي، لأنه الداخل الإسرائيلي هو جزء من المعركة. زي ما أنا موجود الآن بالأردن أنا جزء من المعركة، ومطلوب مني دعم للمقاومة الفلسطينية. هو المواطن الإسرائيلي الآن لما بوجه له رسائل وبقول له هذه السياسات التي تقوم فيها حكومتك لن تؤدي إلى تحقيق السلام بل تؤدي إلى مزيد من الحرب، هذه رسالة يجب أن توصل. اثنين، والأهم من ذلك أنه حتى أنا كمواطن موجود بالدولة الأردنية حتى الشعارات اللي أنا برفعها حتى استخداماتي على السوشيال ميديا، والآن راح أحكي عن السوشيال ميديا بخصوص السوشيال ميديا دكتور إذا سمحت لي. كثير تفضلت في بداية الكلام أنه اليوم إسرائيل وظفت بعض المقاطع الأكاذيب اللي طبعًا هي طبعًا لدول الغرب وأمريكا تحديدا وصدقتها أمريكا، لكن اليوم كان في دور كبير لمواقع التواصل الاجتماعي لقلب هاي الصورة وبيان الحقيقة بالنسبة للكيان الصهيوني. نتحدث عن دور السوشيال ميديا في هذه الحرب تحديدا، وما المطلوب بهاي المرحلة تحديدا عشان نقدر نوصل الرسالة بشكل صحيح وحقيقي أهم شيء. شكرا صديقي. ما حدا بينكر أن السوشيال ميديا أصبحت جزء مهم بحياتنا بكل المستويات، وأصبحت جزء مهم الآن حتى بالحروب التي تدار، وأصبحت إحدى أدوات الحرب النفسية التي نستخدمها الآن كيف نبث الرسائل الموجودة. السوشيال ميديا كانت موجودة وقائمة منذ بداية الحرب على غزة وما قبل ذلك وما ستستمر ما بعد. صحيح. ذلك استطاعت في البداية أن تكون إسرائيل دولة تسعى إلى توظيف السوشيال ميديا من خلال بعض مسؤوليها التي تتحدث اللغة العربية الصحيحة، ومن خلال بث الإشاعات التي كانت موجودة، ومن خلال بعض الحسابات الوهمية التي تم عملها من خلال أسماء وهمية إسرائيلية استخدام توظيف السوشيال ميديا بهذا الموضوع. ونجحت في بداية الحرب، نجحت لأنه الصدمة التي
يعني تلقتها كانت حامية جدا ولم تتوقعها ولم يتوقعها الغرب. وبالتالي يمكن قعدت 24 ساعة لما الغرب استوعب ماذا حدث. إسرائيل لحد اللحظة هاي مش مستوعبة شو اللي صار، كيف تفككت الأمور، كيف صارت التكنولوجيا، رغم كل اللي قاعد بصير الآن، لكن بالنهاية لحد الآن هي مستوعبة. السوشيال ميديا لعبت دور مهم جدا، وأعتقد أنه المقاومة الإسلامية استطاعت أن توظف السوشيال ميديا بشكل جيد خلالها. لما يطلع طفل على السوشيال ميديا بيقول أنا مش راح أغادر ومش راح أترك غزة، هذه رسالة مهمة. يعني بعكس لما أنت بتجيب كمان مستوطنة إسرائيلية أو مسؤول إسرائيلي يطلع بالسوشيال ميديا يتحدث بألفاظ نابية ويقول أنه أنا سنمسح المقاومة الإسلامية وسندمر غزة وغيره، بمعنى هاي الرسائل مهمة بمفهوم القانون الدولي ومفهوم العلاقات الدولية مهمة. أنت كيف تحكيها ولوين توجهها، لأن هاي تنم عن عقيدتك وعن ثقافتك. وبالتالي أنت ليش بنقول الصوت الشعبي لما يطلع شعبي بيقول إحنا بدنا نقتل ونعمل، هذا انت كمواطن قوله، لكن انا كسياسي ما بقدر اقوله لانه يسجل علي كدوله. وبالتالي يفترض ان يكون مفردات الخطاب الذي يستخدم ومفردات المحتوى بالسوشيال ميديا يجب ان تكون دقيقه 100%. وعشان هيك يمكن في رساله انا بحب اوجهها لكل الافراد المجتمع العربي اللي يطلعوا كل يوم بيتظاهروا دعما لغزه، خلينا نختار شعارات سياسيه ونوظفها بالسوشيال ميديا بشكل صح 100%. لانه الان انا مش مطلوب اني اهتف ل يعني لسين ولا صاد، انا مطلوب اني اوجه رسالتي للعالم. هذه فرصة، العالم الآن كله يسمعني، أوجه أني أنا صاحب حق أوجه رسالة بفضح أفضح عمال الدولة الصهيونية اللي موجودة. نعم دكتور، كيف إحنا بنقدر ندعم غزة من خلال السوشيال ميديا؟ يعني خلال الأيام الماضية عم ننشر فيديوهات، ولكن صارت الناس تحكي لك طب أنا مش حاسة مش عم بفيد، ولكن أنا بحكي طول ما إحنا مستمرين بنشر فيديوهات كل ما رسالتنا بتوصل، حتى اللي خايف على حساباته ينشر صور عادية، يعني حتى الخوارزميات والآخري إلا ما توصل الرسالة، لو واحد يشوف فيديو هاك يعني هيك بالصدفة ممكن تغير. هذه الحرب أول شيء هي حربنا جميعاً. كل مواطن يستطيع أن يكون له دور فيها، زي ما إحنا نحكي دائما، زي ما هي موجود الآن ببعض الأفراد بالمجتمعات الغربية وبعض المنظمات بالمجتمع الغربي تدعم الرواية الإسرائيلية. يفترض يكون أنا كمواطن أردني، مواطن عربي، مواطن مسيحي، مواطن مسلم، مواطن شو ما كنت في هذا البلد، يجب أن يكون إلي رسالة أنا بحملها. أنا يؤسفني إنه مرات بشوف على السوشيال ميديا إني أنا بطلع منظر، يعني لما بتشوفه أنت بتهبط معنوياتك. أنا خليني دائما كل الرسائل اللي بتوجهني زي الرسائل اللي نأخذها الآن من الأطفال، إحنا بخلينا بنوظفهم نبثها للعالم، هذه رسائل مهمة. يعني بدل أنا ما بجيب وبقول أنا متعاطب مع غزة والله يعينهم وبكرة شو بده يصير، هذه ليس دعم لغزة، هذه أنا أعتقد هي تدعم الرواية الإسرائيلية. أنا بقول دائما خلي بيكون خطابنا إنه خطابك أنت من منظر قوة، خطابك إنك أنت صاحب حق في هذا الموضوع. اثنين، لما أنا بطلع بمسيرة يفترض إني أنا برفع شعارات سياسية موجهة للداخل الإسرائيلي بلغاتهم، موجهة للداخل الإسرائيلي، موجهة للعالم العربي. أنا لما بطلع بدي أوجه رسالة ل يعني بعمل شعار وبدي أوجه رسالة لأخوي رعد، طيب مرعد عنده بعرف كل قصتي. أنت ما في مواطن عربي على هذه الأرض العربية مسؤول ولا مواطن ممكن يكون يوم الأيام ضد تحرير فلسطين، يوم الأيام يكون مع الجرائم الصهيونية، لكن مرات السياسي مختلف بده يحكي بالطريقة اللي بده إياها وأنا كذا، لكن أنا خلي يكون دائما عندي موقف داعم لهذول من خلال قدرتي على فضحهم. طيب. من خلال توظيف السوشيال ميديا أنا بدل ما بطلع صورة ما عليها إشي، لا خليني أطلع موقف، خليني يعني مثلا لما طلعت حركة المقاومة أفرجت عن الأسر اللي موجود، ليش ما إحنا إعلامنا وليش السوشيال ميديا، ليش إحنا كفاعلين على هالمحتوى ما وظفنا هذا حتى يبين ممكن نعمل فيلم قصير عنه، فيلم قصير هذا القصير السين. امبارح لما طلعت المفرجة عنها وحكت كلام كيف تم المعاملة، هذا بالنسبة لي أقوى رسالة من الرسائل الموجودة. أما إني أنا بطلع صوت لسيدة فاضلة بتشكي ووضعها سيء، أعتقد أنه هذا سيكون مردوده سلبي حتى على المقاومين بداخل الصعيد. يعني دكتور محمد الجربيع أستاذ علم الاجتماع، نشكرك ونشكر تواجدك معنا وهذا الكلام اللطيف بصراحة وتفسيراتك الاجتماعية، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. شكرا، يعطيك العافية.